من وراها. طيب أستاذ نبيل يعني اليوم بحكي الرجل معاه ملفاته وأرقامه، وأنا بنعرف أنا وياك كصحفيين شفنا كثير، هل يستطيع الرزاز اليوم أن يحارب الفساد والمؤسسات الفاسدة وهذا التجمع واللوبينج الثقيل، وإحنا بنعرف أنه الحرب عليهم مش سهل؟ شوف أخي، يعني إحنا تصنيفنا كدولة منذ عشرات السنين وإحنا منقول إحنا نظامنا أبوي. النظام الأبوي بتعامل مع أبنائه ولدين، واحد يعني مارس دور كويس بقول له شكرا بابا، والثاني غلط وارتكب غلطة ثانية بقول له لا تعيدها مرة ثانية. هذا كلام ما بزبط. نعم، نحن اليوم يجب أن نكون دولة قانون. هذا اللي بغلط يجب أن يحاسب بموجب القانون حتى لو على مخالفة سير. يا سيدي خليني مرة أشوف واحد ابن وزير ولا ابن نائب ولا ابن عين ولا وزير ولا وساب ولا ابن رئيس وزراء لما بيرتكب مخالفة، مخالفة يعني بدها توقيف مثلا، خليه يتوقف يا أخي، خلي العالم تخاف. عمرك شفت ابن وزير توقف؟ معقول ما بيرتكبوا؟ ابن نائب ما توقف؟ ابن. لذلك يجب أن يكون هناك سيادة القانون. سيادة القانون أنك تطبق القانون على الجميع سواء. أما إذا ما طبقت القانون معناته الناس ما راح تقتنع بذلك، ما راح تقتنع. لذلك المهم سيادة القانون. هلأ أنا إذا جيت بدي أجي أقول شو بدي من السؤال اللي سألته الدكتور شو بدي منه أولوياتك؟ بدي أولوياته. أنا مثلا وأنا طرحت له فكرة إحنا جربنا رفع الضرائب، خلينا نجرب العكس، مدام مش احنا مش قادرين نغير الدكتور خلينا نغير الدواء. بدي اخفض الضرائب واشوف انعكاسها على مدى ذلك. وانت قادر يا دكتور الرزاز انك تعمل دراسات، والبنك الدولي عنده مثل هاي الدراسات ومستعد يعمل هاي الدراسات، انك هذا القانون اذا تخفضت ضريبة المبيعات على الاردنيين من 16% شو راح يصير؟ راح يصير في زيادة في الشراء، إذا راح تزيد نسبة الضريبة. بس إحنا كل الدول التي اعتمدت تخفيض الضريبة ازداد عندها العائد من الضريبة. يا سيدي